السلام عليكم. اليوم راح نسوي كنافة رول. أول إشي المقادير، راح نأخذ جبنة حلوة، طبعا هذه من الفيديو السابق اللي سويته، وباكيت عجينة كنافة، صبغة وزبدة أو سمنة. أنا بحب أسويها دائما بسمنة، بس ما عندي سمنة فمضطرة أسويها بزبدة المرة. أول إشي منحط العجينة بصينية، منفتحها شوية، ما نحاول إن ما نكسرها، نخليها متماسكة مع بعض. مندوب السمنة شوي، ومنحط لها معلقة صغيرة من عجينة من صبغة الكنافة، ندوبها فيها، حندوب الصبغة منيح بالزبدة، ونبلش نرش فيها شوي شوي على العجينة، بس بحذر عشان بدنا العجينة تضل متماسكة وما يتكسروا الخيطان من بعض. زي مساج خفيف عشان يوصل اللون لكل العجينة بدون انها ما تتكسر ونخسرها. هيك انا بلشت الف بالعجينة، راح افرجيكم كيف الطريقة. طبعا اخذ خصلة من العجين، اخليهم خيطان زي ما هما، احطهم بهالشكل. طبعا الجبنة لازم تكون كاملة، ما تتفرم. بهالشكل نلفها بكل سهولة وهدوء، ما بدها شي. نحطهم بالصينية، ما تخافوا انها لوس شوية، مع التحمير في الفرن راح تتماسك وتضلها قالب زي ما هي، ما تخافوا. هيك بنحط العجينة، والفتافيت بتكون صغيرة، بتقدروا انكم تحطوها بالنص العجين، ما بتبين باللف بهالشكل هاد. طبعا راح اكمل كل الكمية بهالطريقة هاي. بهالشكل هاد. ولو انهم هدول مفتفتين، بس بنقدر ان نضلنا نحطهم هيك فوق بعض ونلف فيهم الجبنة، ما رح نخسرهم، رح يتماسكوا. وحكيت لكم مع الشوي ملاحظة، إذا العجينة بتكون عندكم ناشفة شوية وبتتكسر، بخوها بشوية مي وخلوها على جنب شوي قبل ما تشتغلوا فيها، فبتطرب وبتصير كويسة، ما تخافوا إنها تخرب معاكم بالشوي. هيك أنا خلصت الكمية كلها، بس بدي أحط لها شوية زيت مازولا على هيك رشة خفيفة على كل حبة عشان الزبدة فيها نسبة مية، فأنا بدي شوية دسم عليها
مضطرة إني أحط زيت، وراح أدخلها هلك الفرن نص ساعة على درجة حرارة 350، راح تقعد نص ساعة. هيك أنا طلعت عندي وجهزت، بس راح أخليها شوي 5 دقايق قبل ما أحط القطر. وهيك نزلت حرارتها، بلشت أحط لها القطر. بهالشكل هاد كتير متماسكة وراح تطلع، يعني بتعطيكم نتيجة رائعة. إن شاء الله بتجربوا هالطريقة وبتعجبكم. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي.